لسان حي بيعود للقرن الثاني عشر، لازال محفوظ حتى اليوم مع قسم من الجهاز الصوتي بآخر فحص طبي يلي تم توقيعه بكانون الثاني سنة 1981 بكاتدرائية بادوفا، على هيكل عظمي موجود بنفس المكان متواجد فيه اللسان. أثبت التقرير أنه هالهيكل بيعود إلى رجل بيتراوح عمره بين 36 و40 سنة، طوله 170 سنتيمتر، مستطيل الوجه، وهو نموذج مثالي عن العرق الأطلنطي. والمستغرب بهالتقرير أنه الجسد تحلل وبقى الهيكل العظمي مع أعضاء الجهاز الصوتي وهن قطعتين رقيقتين مع رقعة سميكة من الجلد المحيط بالحنجرة. هاللسان والحنجرة والهيكل العظمي بيعودوا لشخص تعودنا نطلبه باللحظات الصعبة والأمور الضايعة، وهو القديس أنطونيوس البدواني. وأوتار صوتية موجودين، إذا ما في شيء شددهم ما بيعملوا صوت، يعني مثل كأنه كيف الجيتار عندك اللقطات على اليمين والشمال للجيتار لقطين الأوتار، إذا كانوا رخوين أو مش موجودين الوتر ما بيعطي صوت. نفس الشيء الريتمات كاردج هو اللي بيعمل تنشن، هو بيدوزن الوكل كوردز، هو اللي دوزنهم هو اللي لقطهم. بلا الريتمات كاردج الوكل كوردز ما بيعملوا صوت، ما بيطلعوا صوت أبدا. إنه اللي باقي منه هو كل شيء له علاقة بالصوت، مش بس إنه يطلع صوته. لو كله محفوظ بلا اللسان كان بيكون محفوظ شيء للصوت بس بلا الكلمة. لما يكون اللسان كمان محفوظ، وحتى الارتيكوليشن حتى الحروف الجهاز تبعه محفوظ، وبالتالي اللي محفوظ منه هو كل شيء له علاقة بالكلمة، صوت وكلمة مش بس الصوت. جولاته التبشيرية ورسالته تنقلت بين المغرب، إيطاليا وفرنسا، وبكل محطة تميز القديس أنطونيوس بقدرته على الوعظ والتعليم، وكان له صفات القداسة وحتى وهو على الأرض، فاستطاع أنه يحقق المعجزات. ولكن تميز هالقديس باسترجاع المفقودات، وهالشي بيعود لمخطوط كتبه القديس أنطونيوس وسرق منه، بيستفيقوا الأخوة وبيتفقدوا المخطوطة وبيلاقوها قد اختفت. بحثوا بكل مكان وصلوا كتير دون جدوى، وقضوا كل الليل عم بيفكروا هل معقول القديس أنطونيوس يرجع يعيد كل هالشغل لحاله؟ أما أنطونيوس ركع وصلى وطلب إلى الله إعادة المخطوطة كخدمة لأخته وتوفيرا لوقت إعادة كتابتها. وبصباح اليوم التالي انفرد فيه أحد الإخوة واعترف له أنه هو يلي أخفى المخطوطة، وكان تارك الرهبنة ليسرقها وينشرها ككتاب ويعيد هو نشره ويحصل على المصاري والشهرة. من الصعب الاختصار مع القديس رحلته على الأرض، أما رحلته مع الزمن فهي خالدة